السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة الدروس الإلكترونية لمجموعة العميد التعليمية. أعزائي طلبة الصف الثاني المتوسط، موضوعنا لهذا اليوم من مواضيع الفيزياء انعكاس الضوء. معكم مدرسة المادة إسراء نجم عبد الرضا من ثانوية العميد للبنات. أهدافنا السلوكية، نتوقع في نهاية الدرس أن يكون الطالب قادرا على أن أولا يوضح مفهوم انعكاس الضوء، 2 يبين المفاهيم المتعلقة بانعكاس الضوء، 3 يرسم زاويتي السقوط والانعكاس، 4 يصنف انعكاس الضوء حسب السطح العاكس، 5 يعدد قانون الانعكاس. بداية سوف نتعرف على انعكاس الضوء. ماذا نقصد بانعكاس الضوء؟ أخذنا بدروسنا السابقة الضوء وأخذنا الظل. اليوم راح نتعرف هل الضوء لا يحصل فيه انعكاس أم لا. ما هو انعكاس الضوء؟ هو ارتداد الموجة الضوئية الساقطة بصورة مائلة على سطح ثقيل. هو ارتداد الموجة الضوئية. شو نقصد بارتداد الموجة الضوئية؟ أي انعكاسها. هو ارتداد الموجة الضوئية الساقطة بصورة مائلة على سطح ثقيل. ماذا نقصد بسطح ثقيل؟ أي أملس ناعم إلى نفس الوسط الذي قدم منه. يعني مثل ما تلاحظون أمامكم بالشكل، هذه المرآة إذا سقطنا ضوء على أمام المرآة بصورة مائلة، هذه المرآة طبعا هي ملساء ناعمة. مجرد ما أسقط ضوء بصورة مائلة على سطح هذه المرآة، سوف طبعا من سوف يرجع أو يعني يرتد هذه الضوء، يرتد الموجة الضوئية إلى نفس الوسط اللي أنا صدرت منه الضوء. نعم، ماذا نقصد أو هنالك مفاهيم متعلقة بانعكاس الضوء؟ ما هي هذه المفاهيم المتعلقة بانعكاس الضوء؟ مثل ما تلاحظون أمامكم هذا الشكل، هذا الشكل يوضح المفاهيم المتعلقة بانعكاس الضوء. المفهوم الأول اللي راح نتعرف عليه هو الشعاع المنعكس. ماذا نقصد بالشعاع المنعكس؟ الشعاع المنعكس اللي أمامكم مؤشر عليه بالسهم الأحمر، هذا هو الشعاع المنعكس. ماذا نقصد بالشعاع المنعكس؟ الشعاع المنعكس هو الشعاع الضوئي الذي يرتد عن السطح العاكس. هو الشعاع الضوئي الذي يرتد، هذا هو الشعاع الضوئي الذي يرتد عن السطح العاكس، ويمثل بالرسم بخط مستقيم في نهايته سهم. بخط مستقيم في نهايته سهم، هذا ما نقصد به بالشعاع المنعكس. المفهوم الثاني المتعلق بانعكاس الضوء هو العمود المقام. العمود المقام اللي هو بالوسط أمامكم، هذا العمود هو عمود وهمي احنا نقيمه حتى نلاحظ من خلاله اللي هي من خلاله اللي كيف نصنع أو كيف راح أوضح الشعاع الساقط والشعاع المنعكس وكيف راح يصنع زاوية. العمود المقام هو المستقيم العمودي مثل ما تلاحظون أمامكم هذا بالشكل اللي بالنص، هو المستقيم العمودي على السطح العاكس. مستقيم عمودي على السطح العاكس من نقطة السقوط. وين نقطة السقوط؟ هذه هي نقطة السقوط. إذن من هنا راح أرسم خط وهمي أسميه عمود مقام. هو مستقيم عمودي على سطح العاكس من نقطة السقوط. زين، اللي هو هنا أشرت عليه أنا بالسهم الأحمر أمامكم هنا. زين، المفهوم الثالث زاوية السقوط. زاوية السقوط، هنا زاوية السقوط هي الزاوية هنا مثل ما تلاحظون أمامكم بالشكل. أنا قبل شوية قلت الشعاع المنعكس، هذا هو الشعاع المنعكس، قلنا اللي يرتد عن السطح العاكس. وين السطح العاكس؟ هذا هو السطح، هذا السطح سقطت منه شعاع ساقط. هذا الشعاع الساقط بصورة مائلة على هذا السطح سوف يرتد منه شعاع آخر، هذا ينعكس منه شعاع، هذه هي شعاع المنعكس. زين، قبل شوية قلت العمود المقام، هذا هو المستقيم الذي أقمناه على السطح العاكس من نقطة السقوط، هذه هي نقطة السقوط. إذن راح يصنع لي زاوية، هنالك زاوية راح تصير اللي هي بين زاوية بين العمود المقام والشعاع المنعكس هذا، أو بين العمود المقام والشعاع الساقط، راح نسميها زاوية السقوط. إذن زاوية السقوط هي الزاوية المحصورة مثل ما تلاحظون أمامكم بالشكل أشرت عليها بالسهم، هذه هي زاوية السقوط، هي الزاوية
المحصورة بين الشعاع الساقط، هذا هو الشعاع الساقط هذا زين، والعمود المقام هذا العمود المقام من نقطة السقوط هنا على السطح العاكس. إذن هذه هي زاوية السقوط، الزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط والعمود المقام. زين، المفهوم الآخر هي زاوية الانعكاس. زاوية الانعكاس هي الزاوية هاي مثل ما تلاحظون أشرح عليها أنا بالأسود، هي الزاوية المحصورة بين الشعاع المنعكس والعمود المقام أيضا من نقطة السقوط هنا على السطح العاكس، وأيضا راح نأشر عليها بالسهم الأحمر، هذه هي زاوية الانعكاس. هذه شو نسميهن؟ هاي نسميهن مفاهيم متعلقة بانعكاس الضوء. كم مفهوم أخذنا؟ 4 مفاهيم. المفهوم الأول الشعاع، طبعا راح لازم نذكر احنا بالتسلسل الشعاع الساقط والعمود المقام والشعاع المنعكس وزاوية السقوط وزاوية الانعكاس. زين، عندي سؤال هنا يقول صف انعكاس الضوء على حسب السطح العاكس. صفي أو صف انعكاس الضوء على حسب السطح العاكس. هنا أنا عندي راح يكون طبعا انعكاس نوعين. أنواع هذا الانعكاس حيكون منتظم وانعكاس راح يكون غير منتظم. شنو أقصد انعكاس منتظم؟ شنو حقصد بي أنا هذا الانعكاس المنتظم؟ الانعكاس المنتظم نقصد بي مثل ما تلاحظون أمامكم بالشكل، هو الأشعة الضوئية الساقطة ترتد أو تنعكس الأشعة الضوئية الساقطة باتجاه واحد، هذه الأشعة كلها اللي هي تمثل اللون الأخضر، هاي الأشعة الساقطة ترتد اللي هي باللون الأزرق، يعني تنعكس باتجاه كلها واحد وبنفس الزوايا. شوفوا إذا تلاحظون أنه هذا الأخضر هذا الساقط وينعكس هذا هو الأزرق. عندما تسقط على سطح ثقيل شنو معناه؟ يعني السطح ناعم أملس، يعني ما بي نتوءات ما بي فتح خشونة. هذا مثل إيش؟ مثل سطح المرآة أو الألمنيوم أو سطح ماء ساكن، هذا كله يحدث بيا نوع من الانعكاس، انعكاس منتظم. زين، خلينا نتطرق للانعكاس الغير المنتظم. ترتد مثل ما تلاحظون أمامكم من اسمه غير منتظم. إذا هنا بما أنه انعكاس غير منتظم، إذا هذا يحدث على سطوح خشنة. زين، كيف حيحدث؟ نقول ترتد هذه الأشعة الضوئية باتجاهات متعددة. شوفوا هو كله سقط بزوايا معينة، شوفوا اللي هي زاوية السقوط هنا، راح كلها تنعكس باتجاه مختلف. يعني مثلا هذا الشعاع الساقط الأول حينعكس هالشكل، الشعاع الساقط الثاني ينعكس بصورة مائلة أخرى بغير اتجاه، والثالث هكذا باتجاهات مختلفة وبزوايا أيضا مختلفة. متى يحدث هذا النوع؟ عندما تسقط الأشعة على سطح خشن. مثل إيش؟ مثل سطح طاولة خشبية أو صوف يعني أو ورق شجر، هذا كله إحنا نسميه سطح غير أملس غير ناعم، سطح خشن بخشونة، إذا يحدث به انعكاس غير منتظم. زين، سؤال آخر، ماذا يحدث للضوء عندما يسقط على سطح ثقيل؟ هذا السؤال كتغذية راجعة للي أخذناه وللي طرقنا إليه قبل قليل. شنو يحدث للضوء عندما يسقط على سطح ثقيل؟ شنو يحدث؟ ماذا يحدث للضوء عندما يسقط على سطح ناعم أملس؟ الجواب سوف ترتد الأشعة الضوئية في اتجاه واحد وبنفس الزاوية، أي ينعكس انعكاسا منتظما. مثل ما تلاحظون أمامكم هذا الشكل يوضح الانعكاس المنتظم. ما قانونا الانعكاس؟ هسه راح نجي نتطرق إلى قانونا الانعكاس. هنالك قانونا للانعكاس. القانون الأول للانعكاس ينص على أنه زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس. يعني هنا هذا الشرط، يعني شرط الانعكاس المنتظم يحدث متى، أو شرط الانعكاس يحدث عندما تكون زاوية السقوط مساوية لزاوية الانعكاس، إذن هنالك انعكاس، هنالك يحدث انعكاس. إذن القانون الأول انعكاس، أولا هو شرط زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس. مثل ما تلاحظون أمامكم هنا الشكل، مثلا لو آخذ مثال يعني هنا زاوية السقوط 30، إذن لازم زاوية الانعكاس 30، إذا 35 إذن خطأ. هنا زاوية السقوط 90 مثلا أو 37، هناك لازم 37. القانون الثاني الانعكاس شو يقول؟ يقول الشعاع الضوء الساقط والشعاع الضوء المنعكس
مثل ما تلاحظون أمامكم هنا بالشكل، شعاع الضوء الساقط هذا والشعاع الضوء المنعكس والعمود المقام على السطح العاكس من نقطة السقوط، تقع جميعها متى أو كيف جميعها في مستوى واحد. كيف هذا المستوى يكون عمودي على السطح العاكس؟ تقع جميعها في مستوى واحد مثل ما تلاحظون أمامكم، ويكون عمودي على السطح العاكس. وصلنا إلى أسئلة التقويم. السؤال الأول، عرف انعكاس الضوء. السؤال الثاني، ما هي المفاهيم المتعلقة بانعكاس الضوء؟ أخذناهم أربعة اللي هي شعاع الساقط وشعاع المنعكس والعمود المقام وزاوية السقوط وزاوية الانعكاس. طبعا يقول تعداد مع الرسم، الرسم مهم. السؤال الآخر، املأ الفراغات التالية. أولا، يصنف انعكاس الضوء على حسب السطح العاكس له إلى نوعين، فراغ وفراغ. الجواب حيكون منتظم وغير منتظم. ثانيا، تردد الأشعة الضوئية في اتجاه واحد وبنفس الزاوية أي ينعكس الضوء، شو نسمي هذا الانعكاس؟ طبعا انعكاسا منتظما. إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم. شكرا لحسن استماعكم وتفاعلكم.